الحلو في الحلوة حلوين. ايه ده؟ مين؟ رمضان المصري الحلواني من فضلك. بس الحلواني ده اللي بنى مصر يا رمضان. مش لوحده يا حبيبي، اللي بنوا مصر حلوانية كتير. وانت بقى منه بس رمضان؟ اي نعم، انا المصري، انا اللي بنى مصر. الحلواني يوميا في رمضان مع دكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة مع الفنان القدير أحمد صيام. الحلواني إخراج تامر حسني. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما رمضان كريم وجميل على مصر كلها، من اسكندرية للأقصر ومن سينا الحلايب وشلاتين. كل سنة وكل شارع وكل حارة وبيت في مصر طيب وأهله طيبين، متجمعين ومطمنين على أولادنا وعلى بلدنا إن شاء الله. وزي كل سنة بتقابل معاكم في شهر رمضان ورحلة جديدة مع صديقي الفنان الكبير أحمد صيام، ومع الكاتب المبدع صديق العمر محمد الشابة، ومعانا كالعادة المخرج الكبير تامر حسني. وزي ما انتم عارفين في كل سنة صديقي المشاغب رمضان المصري يعني بيصحبني في جولة ممتعة في تاريخ مصر، مرة يعمل لي فيها جبرتي، ومرة صاحب قهوة مثقف في زوايا المداء، ومرة سواق أتوبيس بيلف بينا في شوارع المحروسة. السنة دي بقى أنا مش عارف أخونا رمضان المصري ناولنا على إيه، وناوي المرة دي يشتغل إيه. حلواني يا زعم، ناوي أشتغل حلواني في رمضان يا سيدي. هو في حاجة في رمضان أحلى من الحلويات؟ لا مفيش يا معلم رمضان، بس الحلويات الكتير برضو خلي بالك مضرة بالصحة، والحلو بيبقى حلو لما يكون بالمعقول، مش كده ولا ايه؟ نظريا كلامك سليم عليك سعادتك يا باشا، بس الحلو اللي عندنا مفيش منه ضرر خالص، بالعكس ده كله فوائد. ازاي يا عم العبقري؟ اشرح لنا يا بحر العلم يا ترعة المفهومية، كلنا اذان صاغية. الحلوانية بتوع حضرتك سيادتك هم اللي اخترعوا الحلاوة اساسا. حلوانية موجودين من قبل التاريخ، حلاوتهم ملهاش مثيل. انت قصدك الحلواني الفاطمي اللي بنى مصر؟ عليك نور، بس اللي بناها ما كانش حلواني واحد. والحلوانية اللي بنوا مصر دول هم اكيد اللي هنتكلم عنهم طول شهر رمضان. انت بقى سيادتك اللي حتكون وظيفتك ايه على المدفع بورورم؟ انت جاي تشتغلي ايه في رمضان يا رمضان؟ ما هو انا بقى الحلواني الجديد بتاع سنة 2023 يا باشا. أنا اللي هكلمك عن جدود الحلواني الكبار، وفي كل حلقة نحكي عن حلواني من الحلوانية اللي بنوا مصر. تمام، استبينا يا معلم رمضان، يا حلواني يا أصلي. عند رمضان المصري. الحلواني مع دكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة مع الفنان القدير أحمد صيام. الحلواني إخراج تامر حسني.